T انتم نور العالم قالها السيد منذ الفي عام فما من ظلمه تحشبنا ولا من سواد يخفي بشرانا من مشرق الارض الى مغربها يرسم الصليب رايه حب تعبر بالموت الى الحياه ونرسم نحن المعمدون علامات نور من نوره تشهد لذلك القبر في الجليل حيث دحرج المخلص الحجر وبارك بالعهد الجديد كل الازمنه الاتيه. اسبوع مبارك لكل يلي عم بيتابعونا بهالفقره رح نعبر بالصلاه والترنيم والتامل من خميس الاسرار الى احد القيامه. بيسعدني وبيشرفني استقبل خوري فريد صعب، اهلا وسهلا فيك ابونا. اهلا فيك يسعد صباحك واسبوع مبارك للجميع. واهلا وسهلا بهالاصوات الرائعه. وبتصير بعد احلى واحلى لما تصلي طبعا إحنا بدنا نقول الف شكر لطلاب واعضاء الجوقة طبعا اليوم طالعين باسمهم الخاص لانه مديرة المعهد ما عم بيكون عندها القدره تدرب الكل ولكن نحن بنعرف بنوثق انه تعلموا جوقة في لوكالية بدي رحب بجيسي بجوزيف بماريا وبدي اقول لهم نشكر الرب عليكم وبدنا نودي الف تحيه لكل لكل أعضاء جوقتنا ومعهدنا في لوكاليا بإدارة سور وبدنا نقول نحن طبعا هيدي الجملة محفورة بقلبنا من رتل صلى مرتين بس نحن اليوم عم نصلي آلاف المرات مع كل إنسان عم بيسمع وقادر بهالفترة الضغطة يترك المساحة الأكبر ليسوع المسيح وهيدي هالفسحة اليوم عبر هوا الام تي في مثل ما تعودنا وقدسنا من كم يوم اليوم نحن بدنا نقول الصوت عم بيودي أكثر لكل بيت صار كنيسة ولكل مطرح اليوم مصمود في الإربان بقلوبنا خميس الأسرار أكيد قبل ما نروح على خميس الأسرار بأنه حكينا عن في لوكالية من حي كل الجوقة من حي سور مرانا سعد ومنقول أنه الام تي في اللي صورت من فترة كونسير على درب ألامك بالبطريركية المارونية بكركي رح ترجع تستعيدوا ليلة الجمعة العظيمة حوالي الساعة 11 لكل المهتمين انه يرجعوا يتابعوا طبعا ابونا اليوم خميس الاسرار اي اسرار يسلم المسيح للبشريه الليله بالحقيقه هو آه نحن بنعتبر هيدا النهار اول شيء عيد الكاهن مشان هيك انا بدي اغتنم الفرصه عيد صاحب الغبطه البطريرك مار بشاره بطرس الراعي كل اساقفتنا كل الكهنه كل الرهبان الكهنه كل خادمي مسبح الرب لانه بمثل هالنهار تاسس سر الكهنوت المقدس سر الخدمه مشان هيك نحن بنعتبر هيدا النهار هو عيدنا ما في يوم تاني للكاهن اكبر من هيدا العيد يوم خميس الاسرار بيعيدوا الكهنه بعضهم بيجتمعوا مع بعضهم بالعاده مش بزمن الكورونا هلا عم نجتمع بالصلاه وبيوحدوا بكنيستهم صلاه من اجل ان يكون هذا السر سر للخدمة المطوعة في قلب تعليم الكنيسة الأم والمعلمة من أجل خدمة النفوس من أجل أن يكون هذا هذه النعمة اللي بدون استحقاق يلي أعطانا إياها الرب مسمرة ضمن الوزنات اللي أعطيت لنا وزنات كثيرة خاصة أنه هيدا النهار بيحمل سرين تقلين ميزان الحياة المسيحية سر الكهنوت وسر القربان المقدس الكاهن بدون القربان لا يمكن ان يخدم شعب والشعب بدون القربان لا يمكن ان يمجد الرب فحضور الرب في الكربان المقدس هو علامه الجسر الرابط بين الارض والسماء للمتجسد الذي ولد من رحم السماء وحول حياتنا الارضيه الى سماء تجهيزيه للعوده نحو الملكوت السماوي فالعيدين كبار عيد القربان وعيد الكهنوت ينعاد عليك ابونا مرسي. وينعاد على الكل آه الناس بشوق لهذا الجسر يلي يعني حكيت عنه بين الارض والسماء للاربان المقدس قليل آه كثير الناس اللي عم تقدر تتناول معدودين على على الاصابع آه كيف الناس بدها تقطع هالفتره الصعبه بخليني خليني اقول بهالجوع الى يسوع في القربان بالحقيقة أنا بدي اغتنم الفرصة أول شيء تقول تقول ثلاث نقاط أساسية بهالوضع. في ظرف استثنائي شاهدنا عليه من فترة مع بداية هالوباء أو هالفيروس يلي منع فعلاً الممارسة الدينية في قلب الكنائس، والكنيسة بنعرف نحن أننا دائماً مثل ما قلنا وعم نقول كل يوم تخضع وتبارك وتؤمن بالعلم العلم يلي هو موهبه من الروح القدس، الروح القدس يلي زود البشريه بهالعقل المدبر من اجل الشفاءات الجسديه اللي منعرفها العلم اليوم يقول خليك بالبيت، لانه في تناؤل لهذا الفيروس بطريقه سريعه بتقتضي منا حتى نحن المؤمنين نفهم انه الايمان ما بيتعارض مع هالوقايه العلميه الضروريه. سمعنا كثير عبر وسائل التواصل وانت اول واحد سمع ولو يا قليلي الايمان سكرنا كنيسنا اذا الرب القربان ما بيشفينا انا بحب ذكرهم مثل ما ذكرتهم الرب يسوع وفي كل هالفتره ما قبل ليله عيد الفص ليله خميس الاسرار كانت لنا التاملات بالشفاءات شفاء الابرص والمنزوفه والاعمى والمخلع بنشوف انه المسيح برمزية هالعجيبة اللي إلها تقلى شفي مخلع ما شفي مخلعي العالم كلهم مش لأنه ما عنده القدرة ولكن العجيبة تأتي من أجل قليلي الإيمان أما من هم قد أثمرت حياتهم بالرب يسوع في كل المحن عندهم أكبر عجيبة بحياتهم هي يسوع المسيح في الكربان المقدس الذي أخلى ذاته واتخذ صورة العبد وشابهنا بكل شيء ما عدا الخطيئه ليكون لنا به الخلاص وبه وافرا فاذا اليوم هيدا العطش يلي عم نشوفه عبر وسائل التواصل يترجم ببوستات بافلام اشتقنا انا بدي اياهن بدي من كل مؤمن يجعل هذا الشوق في خابيه نبيذ قانا الجليل لكي يتعطق ويبقى لترجمته ما بعد الكورونا لأنه ما بيكفي فقط نعبر عبر الوسائل نحن شفنا كثير ناس كتبوا وحكوا هيدا مش دينونة هيدا تحفيز لكي نعود فعلا إلى قلب الكنيسة ونمارس إيماننا ما بعد الأزمات وما يضعف شوقنا يلي هلأ مش لاقين له لما بترجع الأيام لحالتها الطبيعية وهيدا شيء خطير جدا ومهم جدا أن نصل إليه أن إيماننا الثابت لا يتزعزع مشان هيك المؤمنين ما تأثروا ما انتفضوا لأنهم بيعرفوا أن الرب معنا في بيوتنا في كل آن وحين في كل الدروب وهو الذي يقوينا مع العلم والإيمان مع هالطريقين اللي بيوصلوا لطريق وحدة أن الرب أعطانا هذه الحياة هبة وهبة مجانية علينا نحافظ عليها بقلبنا وبعقلنا عقلنا اليوم بيقول بدنا ناخد كل الوقاية الضرورية وقلبنا بيقول العودة إلى الشافي الوحيد والمعزي الأوحد يسوع المسيح فبين العلم والإيمان طريق الحياة مع الرب ما بتقوى على يا أبواب الجحيم أمين أبونا المشهد كنيس خالية بوجع كهنة من دون مؤمنين في قلب الكنيسة كبتيما يعني كبناء طبعا اليوم بالمقابل في مشهد آخر مشهد مختلف بذكرنا يمكن ببدايات المسيحية لما بيوت المسيحيين صارت كنائس نعم. بين هالمشهدين انتو ككهنة شو شو بيعكس بقلبكن؟ انتو اللي بتكونوا ما بتهدوا بهالفترة هالأسبوع يلي بتنتظروه هو أسبوع عظيم بعتقد قدر ما بيعني لنا بيعني وجودكم بالكنيسه مش هيك؟ طبعا بس انا بدي اقول شغله كثير اساسيه بما انه عم نحكي عن سر الكهنوت وخلينا نحكي بلغه فعلا الايمان لانه اللي عم بتقوله الي هو فعلا بيضرب قلب العاطفه المسيحيه بيجرحنا نشوف انه كنايسنا اليوم خالي من من مؤمنيه وبيأذينا المشهد نحن اللي بنمارس مع مع الجماعه الحاضره كل هالاسرار والتقويات والصلوات تحضيرا لعيد القيامه انه نشوف حالنا عم نعمل كل هالاجتهادات والجهد من اجل انه نوصل كلمه الله عبر الاعلام وكل الوسائل ولكن ما بننسى انه هالسر الكهنوت للخدمه المقدس بيقابله سر الكهنوت العام يلي هو لكل معمد مسيحي. اليوم المشهد بيفرجي قديش اختلط اندمج هالكهنوت المقدس للخدمه. مع الكهنوت العام يلي هو شعب الله تيفرجي صوره كنيسه ما بتتزعزع حتى لو حاول كل الناس يزعزعوها او كل الظروف الطبيعيه وغير الطبيعيه يفككوا روابطها هذا المشهد انا بقول هو حاله استثنائيه سوف تمطر علينا السماء من خلالها غيث العوده الى طريق الحياه تذكروا هيدا الكلام قولوا ابونا قالوا سوف يعود كل من ادعى بالالحاد او بالبعد عن الله او بعدم الاكتراث لممارسه الاسرار المقدسه رح بتكون هالفسحه فسحه عوده الى ضميره المسيحي لكي يؤمن ان له بكنيسته مش الحجريه البشريه الخلاص والنعمه وبرجع بكرر ايماننا وممارسه اسرارنا ما بحياته كان واجبات مشان يعني هيك انا بقولها بكل الرياضات الروحيه وراح اقولها اليوم عبر الام تي في وانا شطبت عن ورقه النعوه متمما واجباته الدينيه نحن ما عندنا واجبات دينيه نتممها ولا عندنا فرض مثل فرض العطلة الصيفية مكتسبا وعائشا لحقوقه الدينية لأنه حقنا نكون مسيحيين وممنوع حدا يقشطنا هذا الحق وحقنا نمارس إيماننا وما حدا بيقدر يمنع عنا هيدا الحق لما منعرف إنه إيماننا حق لإلنا ببطل ناطرين تنأور على بعضنا وننقف على بعضنا ونحاكم بعضنا مين الإيمان أحلى ومين الإيمان أرتب ومين التقاليد أجمل ومين الطقوس اليوم نرى أن المسيح يعلو كل شيء في البيوت وفوق قمم الكنائس وفي كل الرعاية وفي كل الأماكن يعود الصوت والحواس والعيون إلى الرب في منهم عم بيقولوا له وينك منهم عم بيقولوا له واثقين انك حدنا منهم عم بيقولوا رح نعمل كل الجهود تنرجع لك والاجمل من هيدا كله الكل عم بيقول له نستغفرك ايها الكرم المطلق اننا لا نلتمسك الا ساعه التجربه وهيدي ترنيمه كثير حلوه من رتلا فعلا هيدي ساعه من ساعات التجربه مش التجربه اللي من الله تجربة اللي سمح الرب نعيشها تنعرف انه الحياة مش دايما حرير ومثل ما منريد فيروس صغير حول مسار العالم وكوكب العالم تحت أربع حيطان ولكن في له إيجابيات كبيرة عودة إلى قلب العائلة اللي هي قلب الوطن والكنيسة وعودة إلى قلب الذات بذات كل إنسان ليرى أن المسيح وأن الله في سلوسه القدوس منه خرجنا للحياه واليه نعود مشبعين بهالاسرار المقدسه بممارسه حقنا لممارسه اسرارنا. حلو كتير ابونا المشاهد اللي بتهزنا بالحياه كثيره وهالمشهد هز الكون، بس انا رح ارجع على مشهد من 2000 سنه تقريبا يسوع اله الكون عم بغسل إجران لميزو. هالاله المحب اله الحياه اللي لبس جسمنا لحتى نحن نرجع نلبس المسيح في العماد واليوم بيتبارك زيت, زيت الميرون مش هيك طبعا يعني هالمشهد الغني اللي بنشوفه بخميس الاسرار مشهد تواضع الاله مع معرفته الكليه بالمكتوب باللي راح يصير تسليمه محبته الفائقة المشاركة صعب الإنسان يحصر شو بيعطي خميس الأسرار بالمشهد اللي صار بلقائه مع الرسل تنرجع بعدين لكل التقاليد الجميلة يلي عم نفقدها اليوم ولكن اليوم كأنه المسيح يزورنا في بيوتنا عم نستفقدها مش عم نفقدها إيه؟ <applause> عم نفقدها بس عم نفقدها بس أنا بمعنى بهيدا اليوم إن شاء الله ما ما لها ولا يوم وأكيد ما رح نفقدها ولا يوم بقى المسيح عم بيزورنا اليوم ببيوتنا بدل ما نحنا نستعيد كمان المشهد مع مريم وقت اللي قبضوا على المسيح وزارت هالاماكن السبعه طبعا نفوت بالتاريخ يلي القصه كلها معروفه اه نرجع اه لهالاسرار اليوم اللي بتمنحها الكنيسة ولكل هالمشهدية يصمد القربان في, الكنيسة الجمعة تمتنع الكنيسة في هذا اليوم عن ممارسة الأسرار المسيح في السجن سيقاد إلى هذا العذاب الكبير وثم إلى الصلب هالمشهد لزلزل الأرض كيف أنت بتوصفه بكلمات وشو بيعطينا اليوم بعد 2000 سنة نحن اليوم عم نعيشهم بالتامل لانه احنا بنعرف انه الليتورجيه وضعت كخدمه من اجل ان تساعد المؤمن لتذكيره بكل هالمراحل يلي هي مش مجرد ذكرى لا خميس الغسل او الخميس المقدس ولا الجمعه العظيمه ولا القيامه هن مجرد ذكرى هن جوهر وكيان مسيحيتنا وانسانيتنا ومواطنيتنا اذا بنرجع للايام او للسنين الطبيعيه اللي ما فيها ظروف اليوم عند الفجر بيقدس الكاهن وبيرفع القربان على مذبحه على مذبح كنيسته وبتبلش مسيرة زيارة السبع كنايس يلي ما بدي ارجع لتاريخ اكتار من الكهنة خصصوا من وقتهم وعملوا كتيبات وابليكيشن وصارت الناس بتعرفها مجرد ما نقول زيارة السبع كنايس بنعرف انه صارت مرتبطة بتأمل على الرقم سبعة يلي هو عدد الكمال عدد الخلق عدد الأسرار على الاسرار كمان طبعا وسبع سبع كلمات يلي اطلقهم المسيح على الصليب وسبع الاسرار المقدسه سبعه وسبع مراحل يلي قادت المسيح من بستان الزيتون ما بعد العشاء الفصحي حتى الصليب فاذا هالرقم اللي بيرمز الى الكماليه بيوحد كل الشعب المؤمن بهالدورات يلي عم بيرجع يفكر فيها المسيحي ويربط اسراره المقدسه بمشاهد الصلب بمراحل الحكم على يسوع بمراحل حياته الشخصية لنعود في الليل إلى رتبة الغسل يلي منسميها العشاء الفصحي مع المسيح واختيار التلاميذ أنا ما أنا ما بشوفه أبدا مشهد تواضع المسيح أنا بشوفه مشهد المسيح المعلم هون كان المسيح عم بيطلق تلاميذ الرسل تيأسس سر الكهنوت تيقول لهم البدة اللي تتعب من البشارة بدأ يتحفف كعب إجريكم بالتراب وبالتعب وبدكم تاخدوا وتتقبلوا الاضطهاد والكلام الرديء فطوبى لكم إذا عيروكم واضطهدوكم من أجل اسمي وكل هيدي الأمور اللي منشوفها اليوم صارت العالم شو ما بيطلع على بالهم بيحكوا عن الكاهن وعن غير الكاهن نحن نحنا مش بيوارد الرد نحن بيوارد أن نكون فعلا خدام المسيح ومن دون استحقاق برجع بقوله واللي عم بقوله كمان ما انه فعل تواضع فعل أناعة كبيرة بيوم عيدنا عم بقلكن نيال الكاهن اللي بعده بكل يوم هو وعم بيرفع قربانه بين إيديه بيقول له يا رب يوم ما بشعر فيك وهيدي صلاتي اليومية بكل قداس مثل أول يوم ارتسمت فيه كاهن أنا بقول تاني يوم لازم يقول خلص دوري ككاهن هذا العشق الإلهي جسد المسيح صورة أيقونة حب عند خضوعه هو بذاته الإله عند أقدام اللي أرسلهم لخدمة شعبه ومش بس غسل إجرايون مع مشهد بطرس ومشهد عن جهيتنا البشرية وهشاشتنا الضعيفة قالوا يا رب مش بس غسل لي إجري غسل قلبي ونفسي وروحي وكياني تقدر كون مستعد إني أشبهك هالمسيرة اللي هي فعلا حرب مع الزيت قديش قادرين نشبه هالمعلم بتكمل مع الكنيسة مع بطريرك الكنيسة اللي بيوزع الليلة بيعمل الرتبة من أجل ممارسة هالرسل يلي يعني هن الكهنة اليوم كهنة العهد الجديد يقدروا بالزيت المقدس والميرون يمارسوا الأسرار كلها نحن بنعرف أنه بالعماد والتثبيت وسر الكهنوت ومسحة المرضى تستعمل هالزيوت المباركة المقدسة والميرون يلي مؤلف من الزيت وتسعين عطر نوع من العطر يوزع لممارسة هالأسرار كما مسحت يدي الكاهن يوم رسامته علامة إنه السر اللي بتعطيه مختلف عن ضعفك البشري بيوحد فيك قوة المسيح اللي ركع وغسل إجريك وقلبك وقال لك اذهب فأنت لي ومعي للبشارة ومنكمل إلى الفجر إلى القداس السابق تقديسه هيدا القداس الوحيد في الكنيسة يلي ما بيصير فيه كلام التقديس في كلام في منسميه بالمختصر المفيد تيفهمو العالم كل الأسرار اللي بعدها موجودة ببيت القربان محفوظة بعد قداس السابق تقديسه بتتناول كل للمؤمنين اللي بيشاركوا ويتم التحضير لرفع المسيح المصلوب على جلجلة ألامنا وخطايانا ومنشوف قديش كانت الرعاية تنعجق بهالمشهدية المشهدية لتجرب تظهرها بصورة بلوحة تتفرج الألام قديش فعلا نحن مش ناس تنبكي على ألام المسيح وصليبه ولكن تنتأمل مشهد مريم اللي دايما بذكره على الصليب مع يوحنا هالوحدة الكنسية يلي من خلالها تتفجر انوار القيامه رغم تقل صلي تقل حجر القبر لكي ننزع من حياتنا ومن قلوبنا ومن كل اللي بيمرق بحياتنا شوائب اللي بتخلي ايماننا يتعكر او يمتنع عنا فعلا هذا الحب والعشق الالهي الممارس في الاسرار. نحن ثلاثة ايام قدام حقائق الهمت البشريه وغيرت وجه الكون لو قد ما حكينا بنحاول نلقط يمكن اطراف هذا صح. المشهد ولكن نحن اكيد بدنا نبلغ العمق وهيدا يمكن هيدا استحقاقنا وحلمنا بالحياه وهدفنا ابونا ما بينشبع من من كلامك ونحن رح رح نتابع بس رح نسمع هلا بالترنيم طبعاً. مع اصوات الشبيبه شو بدهم يسمعونا الشبيبه وبإيما. ابو تكوشتو ابو تكوشتو باللغه السريانيه يا ابا الحق يا ابا الحق ابو القشطوب وبروخ ديبهم اصواتكم واناملكم فعلا هيك نحن رح ناخذ فاصل ونرجع خليكم معنا باقيين تسلم أصواتكم متابعين لقائنا المباشر مع المسيح العبور من خميس على الأسرار إلى أنوار القيامة مع الخوري فريد صعب أبونا نحن كنا عم نحكي عن مشهد الصليب مشهد المسيح عم بيقوله لتلميذه الحبيب مريم هي هي أمك شو بتعني هالعبارة؟ قبل ما أفسر هالعبارة الحلوة بدي بدي نوه على الترتيلي يلي شفنا صبيع ماريا على الأنون عم تغزل ترنيمه اللي منرددها قبل كل فوج غسل وكانوا عم يرتلوا جيسي وجوزيف في الليل قبل الالام وفي الليل مساء الالام بين الغسل لاقدام المبشرين كان غسل المسيح بعرقه ودموعه مع دموع مريم لاجل معموديه الكنيسه الجامعه غسل المسيح طريقنا نظفه وسلم الامانه لام ولتلميذ صارت مريم شفيعه الكنيسه وام الكنيسه اللي هي ام الله وصار يوحنا الحبيب علامه لكل كاهن قدر يعانق المصلوب والصليب هو واقف استعدادا لعدم الانهزام للموت ومجاهرة بهذا الحب يلي كان منتظرينه الكل امبراطور امير يعملوا كله نحو لا وزراء علق على عود العار فحول عار الصليب الى مجد للبشري الهش الضعيف مشهد مريم الصامته المتالمه المتامله عند أقدام الصليب هو مشهد أماتنا ببيوتنا كل أم عم بتضحي كل راهبة عم تخدم كل مرنمة كل دور المرأة المسيح أعطى للمرأة دور كتير كبير وسلم هالدور لمريم وأعطى بموازاة هذا الدور للرجل علامة بين الأمومة والتلمذة ايضا لدور كل امراه ولكل رجل بالتكرس وحياه الخدمه. فاذا اليوم الصوره والمشهديه على الصليب ما فيها تصنيف من هو الاهم في عيني الرب خوري او مطران او علماني او راهب، فيها فرد علامه واضحه، من هو الشاهد على كل ما راته العينين مع الرسل وعلى القيامه التي لم ترها عين لا نحن شفناها ولا نحن قدرنا نعاينها بالنظر ولكن اجتاحت حواسنا وصرنا منشوفها كل يوم في القربان المقدس هذا هو خميس الأسرار هيدا اليوم منه مجرد ذكرى مثل ما قلت لك اليوم نعانق المسيح في ظهور الحي بيناتنا مش هيك انا بقول لهم لما بيخبروني عن كل العجائب يلي منقدرها وبتثبتها الكنيسه بشفاعه القديسين يلي كانوا التلاميذ قادرين وقادرين على ان يحققوا هذا المشروع الخلاصي لهم نشكر الله انه كانوا هالمعجزات علامات للي بعد ما اشع النور بس المؤمنين كلهم اشععين اكبر معجزه في تاريخ البشريه ان نصبح نحن بذاتنا بيت القربان الجوال بيت القربان المعد ان نستقبل هذا الجسد المقدس وهذا كان جواب لكل اللي قالوا معقول ننحرم بكل هالفترة من جسد الرب يسوع معقول هو الشافي هو سألتهم إياها بالقداس وسألناهم إياها طب أنت اللي كنت عم تأخدو على مدار كل هالسنين لما كنت تمرض ولا مرة زرت حكيم ما تنافي ما تكونوا فريسيين أو عشارين أو ما بعرف ما بدي سمي وصنف كونوا مؤمنين ملتزمين أنه رغم كل الصلبان اللي منحملها في قوة بتقوينا اقوياء بالذي يقوينا يسوع المسيح. مريم الواقفة عند اقدام الصليب بترد ضمايرنا المسيحية الى الاستيقاظ في كل مطرح النا فيه اين عدالة الرب. كيف ممكن يشوف شعبه عم بيتألم هالعذاب هالحجر هال هالسجن نعود الى اكليل الشوك. على راسه هو رب المجد وإلى المسامير اللي سجنته على عود العار وإلى صوقه بالصياط أمام حكام بشريين فضلوا مجرم على إله ليش؟ لأنهم بيخافوا خافوا من الزعيم يقتلهم خافوا من المتسلط يجتاحهم خافوا من كل هالقوى تحول مسار حياتهم فقالوا برأب اليوم من فضل مع المسيح على مسيرة الجلجلة كان مشهدية الكنيسة الحالية يلي عم نشوفها اليوم كهنة وعلمانيين ومكرسين ومرنمين ومؤمنين ما بتقوى على شدة ولا بهز أي ضيق لأنهم ثابتين بإيمانهم وعارفين أنه مهما هزت العواصف ربان المركب هو الذي كان نائما يوم عاصفة البحر واجوا تلاميذه وقالوا له ولو ما انك شايفنا عم نموت ما انك آبه انه نحن عم نموت قال يا قليلي الايمان فوقف المسيح وزجر الريح وهدأ العاصفة وكانت كلمته وحدة أنا الطريق والحق والحياة يلي بيآمن فيي بيعرف إنه صليبي مش للبكاء هو كي تفرحوا أننا حولنا الخطيئة إلى نعمة واللي كان نقمة من أحكام البشر تتكون صليب صار نعمة مع المسيح تيصير قيامة يسوع الجبار اللي مسمر الموت على الصليب خافوا وقت الرومان وخافوا اللي اللي صلبوه من انه حدا ياخذ الجثه، هن كانوا مقتنعين انه في في جثه بهالقبر ويقولوا انه الههم حي. هو الاله حي طبعا دحرج الحجر وفاض فاض النور من قبره المقدس بالجليل مطرح ما اليوم كنيسه القيامه مرفوعه مشهد القيامه هو صلب الايمان المسيحي هالحقيقه اللي بني عليها هذا الايمان اللي غير بقلب الانسان غير وجه العالم ووجهة البشر. أمام هالمشهد الكبير بوقت كل شيء بده ينزلنا لتحت. خلينا نحكي من أبسط الأمور من تفاهة الأشياء اللي منفكر فيها، تفاهة التصرفات اللي منعملها وصولاً للحزن والأسى واليأس والوجع والفقر، كل هالمشاهد يلي هي إذا بدك ضمن مفردات موت الفرح الحقيقي بقلب الإنسان. كيف كل واحد منا بده يغلب هالموت اللي فيه مع المسيح بعيد القيامة أنا دايما بردد وانت بتعرف سمعها والكل بيعرفوا ما عنا قاعدة مسيحية تانية ما في فيك فرد قاعدة ذهبية وحدة افعلوا للناس ما أردتم أن يفعله الناس لكم انت اليوم بشغلك وأنا بخدمتي وهالمرنمين بمواهبهم طبيعه البشر الضعيفه تسمح للشيطان يجتاح حياتنا من اقرب الناس لألنا مطرح ما بياجج فينا مرض الحسد والغيره والضغينه والمحاكمات وسياسه التهميش والتطميس اني انا همش الانسان اللي عم يرتقي بنجاحه باخلاقه بعلمه الشيطان بيقول لك اتبع سياسه دعاس على دعوس خيك الانسان تدل انت الاول سياسه القبر فجرت هذا الظلام وضوت على حقيقه وحده ان لا خلاص لنا الا اذا تشبهنا بالذي اخذ صورتنا وشبهنا بكل شيء ما عدا الخطيئه اذا الاله صار مثلي انا الانسان تيمهد لي الطريق انه اكليل الزفر الاكبر لإلك مش مراتب هالدني وانتبه مش معناتها تنقول الدنيا الحياه مرور الكرام ما بتحرز نعمل فيها شيء لا بدك تقدم افضل ما عندك وبدك تبين بابهى صوره وبدك تكون المتالق في كل ما اعطاك الرب من مواهب اللي هي مواهب الروح القدوس ولا يهمكم احكام البشر فليهمكم حكم السماء. إذا أنت فعلا مرتاح بتعيش الأيام بكل يوم، بعملك، بعلمك، بشطارتك، بنجاحك، وإذا أنت قوي وعم ترتقي وترتفع بتمد إيدك لخيك الضعيف. وإذا خيك قوي تواضع، تمسك إيدك إذا هو مستعد تنجعل كل نزواتنا مرتقين بمواهب الروح متنعمين بهالحياة البهية رغم كل صلبانة لنعيش القيامة هون قبل هونيك القيامة مش علامة الانتصار فقط على الموت القيامة حافز أساسي لعيش الحياة بفرح وسلام وممنوع مثل ما منقول شباب بيعرفوا كلهم بالرياضات بقلهم إياها ممنوع على أي إنسان أو على أي حدا أو على أي ظرف يقشطني فرحي وسلامي بتقلي شو منعمل فيهم منزيحهم طبعا ما منعادي حدا وما منهاجم حدا وقدام الناس اللي بتفتري علينا كما افتروا على المسيح العمل والصمت يكفي لأنه ما من خفي إلا ويظهر وما من مكتوم إلا ويعلن وهذا هذه هي حقيقة القيامة فاتشوا عن الجسد لأنه نحن جسديين ومن عاين الروح ومن عاين الجسد الممجد والاله المنتصر على الموت التلاميذ والمريمات والامهات واللي تسمرت حواسن وشخصت كل عيون على المسيح المتالم المنتصر لتكون لهن ولهم به الحياه والحياه وافره امين رح نسمع كمان من الشباب والصبايا ترتيله جديده تفضل لما كل يرسم وجه الكون علقني حدك لص اندم علمارك شريان بقلب امك من القهر احتارك رجفني رعشة خوف من الحبيب دوبني نقطة شتي ع كعب الصليب افتح لي جرح الضلع ينزف خمر الحب دحرجني حجر بقبرك يكشف نور الرب من وجعك موجود من وجعك موجود آه شي كتير كتير مميز آه هالترتيلة كتبها الفنان آه الكبير جورج خباز مزبوط هيدي كمان الإنتاج الخاص لجوقتنا ومعهدنا من مسرحية آه رفقة مين لحنا؟ لحنا بتصور سور مران عامل الألحان يمكن كاتبها جورج خباز إذا مغلط أنا بنصلحها من, من السيدي <applause> ولكن هي الإنتاج لمعهدنا وجوقتنا أكيد نحن بعد عنا شوية وقت الوقت اللي قطع بسرعة لنحكي عن الاحتفال اليوم كيف الناس مدعوة لتعيش هالليلة المباركة والعظيمة أنا بدي بدي أقول لهم ما رح نسميهم اجتهادات رح نسمي جهد كتار من الكهنة والعلمانيين ساعدوا الناس اليوم كيف بدنا نصلي وكتار من الأباء والأساقفة أنا بدي أقول لهم ببساطة اليوم أنتوا اللي مشتاقين تعملوا دورات السبع كنايس وكلنا مشتاقين نكون معكن ونشوف رتبة الغسل ونشارك فيها أنا فعلا من قلبي بدي أدعيهم نتأمل بأسرار الكنيسة السبعة عبالي اليوم نرجع نودي الصوت للي فعلا نسيوا شو معناتها معموديتهم مطرح ما في عالم وأفواه بتصدح ليش نحن بدنا نتعمد بكير ما بيتركونا الحرية نتعمد رح يجيون الجواب اليوم أهلك قدموا لك أجمل ما عندن لبسوك المسيح بالعماد مطرح ما في أفواه عم بتقول سر التوبة شو من هو الخوري تأعترف مني لألو بشر مثلي مثله رح يجيون الصوت اليوم هو ذاته اللي بعندك وبزوجك ولو من غير استحقاق بدونه ما بتاخد حلة التوبة مش لأني أنا عظيم لأنه الرب عظيم بما أعطانا من نعم للأصوات يلي عم تتساءل عن الزواج والتمييز بينه وبين المساكنة والزواجات الغير كنسية اليوم رح يجيون الصوت ويقول لما بدك تفكر بزواجك مش رح تفكر بالطلاق وين الأهين إذا بدي طلق بدك تفكر وين النعمة تستمر وأكيد كتار من العيال اليوم عم بيختبروا لما انزربوا مع بعضهم قديش كان في فعلا شرخ وكتير امور ما اكتشفناها عن بعضنا نرجع نقول قديش نحن فعلا مؤتمنين بحياتنا على كل هالاسرار على الختيار والمريض الموجود ببيتنا واوقات بنتأفف منه ويوم اللي بيخاف لما بيحمل له الكاهن الاسرار نعرف انه المريض لما يمنح هذا السر المقدس هو مش للموت وللعبور فقط هو لاعاده انعاش حياته ونفسه وحواسه بالرب يسوع فاليوم خلونا نصلي الاسرار المقدسه واكيد بكره رح نصلي كمان اكثر مع ال بدي اسمح لي اني ضوي على الموضوع اللي شرف معك اليه بهالمكتبه التوثيقيه اللي اللي مشيت من فتره طويله بكره نشهد على عمل جديد رسول الصليب، ابونا يعقوب الكابوشي يلي رح ينعرض بكره يلي هو كمان من من انتاج الام تي في واعدادك وتنفيذك وكان لي شرف اني اشتغل معك على الاشراف اللاهوتي، ابونا يعقوب اليوم صوره حقيقيه عن هالصليب والقيامه. بدي حي كل يلي اشتغلوا على العمل المخرج صديق يوسف. يوسف, ونافع وكل الشباب طبعا. آه والصبايا آه بدي اتمنى لكم ايام آه مباركه شكرا للشباب والصبايا آه حقيقة ما بتقبل الشك المسيح قام حقا قام من قلب الوجع في رجع جديد أبونا اسمح لي أعطيك 30 ثانية تقلنا فيه شيء بصوتك الحلو واشكرك على كل كلامك المحلق في آه سما آه الحب ورجاء بس شغله كتار كتار عم يسعد لي ريتا بداية عم يسألوا لابونا من اي رعية ابونا ابن جبه بشري انا ابن حدث الجبه حاليا الجب. كمان مرشد وامين عام مجلس في لوكالية ومسؤول عن مكتب الاعلام الرقمي في البطريركيه انا, معرفت أنا بس عارف ما عرفت عنك لي بس عرف ما ابونا بس تقول ابونا فريد بك ما تعرفوا مش معصب طبعا يا طبعا على السريع نختم بصوتك هالحلو عم تحرجني مش عم بقول انا مثل هول الفنانين خلينا نقول شيء هيك مدمر مزمور بحبه كثير بيقول إليك رفعت عينيّ يا سكين السماوات، كما أنّ عيون العبيد إلى أيدي مواليهم، كما أنّ عيني الأمة إلى سيدتها كذلك عيوننا إلى الرب إلهنا حتى يتحنن علينا تحنن علينا يا رب تحنن علينا فقد طالما امتلأنا هوانا طالما امتلأت نفوسنا من هزوء المترفين وإهانات «مُتَكَبِّرِينَ» (المسيح قال) حقا, حقاً.